تعمل كتيبة الهندسة التابعة لفرقة شباب السن في ريف درعا الشرقية جاهدة للبحث عن بقايا الصواريخ والقنابل العنقودية الغير منفجرة والتي خلفها قصف قوات النظام والطيران الروسي على المنطقة، حيث يتجول عناصر الكتيبة يوميا في المناطق التي تتعرض للقصف بحثا عن مواد غير منفجرة ويتم إزالتها أو تفجيرها إذا اقتضى الأمر. أحد أعمال كتيبة الهندسة هو إزالة مخلفات الحروب من قنابل وقنابل عنقودية وصواريخ وبراميل الموت التي يرمي بها النظام الأسدي، والحمد لله رب العالمين أمن علينا وأصبحت عندنا الخبرة اللازمة لهذا الأمر حتى نزيل الأذى عن المدنيين العزل الذين لا ذنب لهم. وقد تمكنت كتيبة الهندسة من إيجاد مئات القنابل العنقودية والصواريخ واستطاعت إزالتها بحكم خبرة عناصرها المتدربين على هذا الأمر. بالنسبة لكتيبة الهندسة عملها مدني أكثر ما يكون عسكري، حيث تقوم بإزالة مخلفات النظام في المناطق التي يتم تحريرها من ألغام وغيره، ومن ناحية أخرى الصواريخ الفراغية أو الصواريخ العنقودية التي يتم إلقاؤها على المدنيين من قبل الطائرات الروسية. تقوم كتيبة الهندسة بجمع القنابل التي لم تنفجر وإعادة تصنيعها لاستخدامها في أمور أخرى. كما وتقوم كتيبة الهندسة في بعض الأحيان بإعادة تصنيع للصواريخ الغير منفجرة والاستفادة منها في المعارك مع قوات النظام.